Thank you.
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، فاهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فبحرمة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم غفرنا يا كريم غفرنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ويدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وآتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وآتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. يا ربي okumuş olduğumuz sureyi celillerden hasen acil ve sevabı başta peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhlarına hiba eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberimiz ile Adem aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına da hiba eyledik vasıla ile ya Rabbi. Peygamberimizin ehli beytinin, sahabelerinin, tabiinlerinin, tebe-i tabiunlarının, evliyaullahların, velilerin, salihlerin, şühedaların, cümle mümin ve müminat olarak geçmiş ecdadımızın ruhlarına da hiba eyledik vasıleyle ya Rabbi. Bugün aramızdan ayrılan durmuş hocamızın da ruhuna hiba eyledik vasıleyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Bizler Fatma, ya durmuş İbn-i Fatma, üzkürme aleyke min şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve ennel cennet hakkun, ve ennel hakkun, ve ennel ba'te hakkun. فإن الساعة آتية لا ريب فيها، فإن الله يبعث من في القبور، فإنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عبد الله قل لا إله إلا الله، يا عبد الله قل لا إله إلا الله، يا عبد الله إسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ربي لا تذره فردا وأنت خير الوارثين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.
Ama çeken mi? Çek. هل يراكم من أحد ثم أنتم
فرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعلم على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخوف والجوع ونقص من الأموال